لم يكن جمعة بن سالم سوى واحد من عشرات من سائقي سيارات الأجرة في مدينة بنزرت في تونس. هو الآن في 45، في بنزرت ولد وفيها ترعرع وقليلا ما غادرها، يعرف المدينة شارعا بشارع، ولم تكن غريبة عنها أغلب تلك الوجوه التي يصادفها أثناء ساعات عمله الطويلة. في العام 2000 كان في 45، يسر لجلسائه من أصدقائه بأنه في عز المرحلة التي يكتمل فيها نضج الرجال. 8 سنوات من قبل في العام 2000 تزوج امرأة من بنات مدينة بنزرت اسمها نادية بن هادي. زواجهما ذاك توج قصة حب بدأت بضعة أعوام من قبل. وكان جمعة قد تعرف على نادية صدفة لما أوصلها إلى محل للخياطة تملكه في زنقة صلاح بن علي. بادرها بالبوح بحبها، وكان لبوحه صدى في نفس نادية التي كانت شابة في منتصف العقد الثالث، كانت مطلقة بلا أولاد، كانت تتحاشى الخوض في تجربة زواجها الفاشل ذاك، وكانت توحي إلى كل من يهم بسؤالها بأنها صفحة من ماضيها طوتها ولا ترغب في الخوض فيها. كان جمعة نفسه يتحاشى النبش في ماضيها ذاك، كان الأهم لديه أنه يحبها وأنها تحبه، ثم إنهما رزقا ولدين صارا محط كل اهتمامهما. يبدأ يوم جمعة بن سالم بنقل ولديه حسين وعبد الرازق إلى المدرسة، بعد ذلك يعود إلى البيت حيث تنتظره نادية ليحملها إلى محل الخياطة هناك في زنقة صلاح بن علي. كان المحل يعرف إقبالا لا بأس به، وكان ذلك ما يبرر قضاء نادية أغلب نهارها هناك. بعد نقل الولدين إلى المدرسة ونادية إلى ورشة الخياطة، يبدأ يوم العمل لدى جمعة. على كراسي سيارته يتعاقب زبائن كثيرون، وجوه كثيرة لم تكن غريبة عنه ينقلها إلى وجهاتها المختلفة في مدينة بنزرت. يتنقل من جنوبها إلى شمالها، يعبر الجسر مرات ويجوب الشوارع والأزقة. في المرآة العاكسة تتعاقب لديه وجوه وملامح لنساء ورجال من أعمار مختلفة، تكاد كل الأيام تتشابه لديه، ولكنه لن ينسى الذي حدث ذاك الأربعاء. كان عليه ككل أربعاء من كل أسبوع أن يمضي لنقل ولديه من المدرسة إلى البيت حيث تتولى العناية بهما جدتهما والدته. بعد ذلك سيكون عليه أن يمضي إلى زنقة صلاح بن علي. في 6:30 تغلق نادية باب محل الخياطة بعد انصراف 3 عاملات تساعدنها في الأشغال التي تقوم بها ضمن مناولة لحساب إحدى الشركات الكبرى. بين العودة بولديه من المدرسة ونهاية يوم العمل في ورشة الخياطة يبقى لدى جمعة متسع من الوقت، يستطيع أن يعمل 2 ساعتين إضافيتين قبل أن يحين الوقت الذي يخصصه لزوجته. بعد ذلك يركن سيارته في باب منزله في آخر زنقة المدة. في ذلك اليوم بعد أن أنزل ولديه في باب سكنه واطمأن إلى دخولهما، مضى يبحث عن زبون في انتظار حلول موعده مع نادية. كان يسلك شارع يوغورتا. في المقعد الخلفي جلست امرأة قدر أنها 40، وقد لفت انتباهه إليها أمران: أناقتها والعطر الذي ملأ أريجه مقصورة التاكسي. قبل أن يصل إلى حيث يتقاطع شارع يوغورتا مع شارع الأمير عبد القادر، رأى زوجته. كانت تقف مع امرأتين لم يسبق له أن رآهما. بدا له أن النسوة الثلاث منهمكات في حديث أخذ منهن كل الاهتمام. خفف السرعة لما صار بمحاذاتهن، ثم واصل الطريق وقد أيقن أنها نادية. ثم بدأت تداهمه التساؤلات: ما الذي تفعله نادية في ذلك المكان وفي تلك الساعة؟ ومن تكون المرأتان؟ من تكونان؟ لم يجد من فوره جوابا لما يختلج في ذهنه. سمع المرأة التي تجلس في الكرسي الخلفي تطلب منه التوقف في وسط شارع عمر بن الخطاب. نزلت
وظل أريش عطرها يملأ المكان. ظن أنه لم يبتعد كثيرا عن المكان الذي رأى فيه زوجته والمرأتين. لما لا يعود إلى هناك؟ فقد تكون بحاجة إلى من يوصلها إلى مكان عملها. لما عاد لم يجدها، ولم تكن هناك المرأتان اللتين كانت تتبادل معهما أطراف الحديث. عليه أن يتحمل إلحاح الأسئلة التي تدور بذهنه. هل هي الغيرة؟ ما كان يزيد من حيرته أن نادية عودته أن تبلغه بمواعيدها خارج محل الخياطة حين تكون لها مواعيد. يحاول أن يطمئن نفسه، يقول إن لقاءها مع المرأتين قد يكون موعدا طارئا. ثم ما المقلق في الأمر؟ قبل السادسة مساء أركب زبونين جديدين. لما ودع الأخير في شارع المونجي سليم كانت الساعة تشير إلى 6:15. عليه أن يبحث عن الطريق الأقرب إلى زنقة صلاح بن علي، وقد نجح. في 6:30 كان يقف أمام باب محل الخياطة. لقد ألف أن ينتظر أحيانا إلى ما بعد 6:30 10 دقائق إلى ربع ساعة. كذلك كان الأمر ذاك المساء. في 6:50 خرجت 2 من مساعداتها ثم ظهرت بالباب. وهو ينتظرها كان يسائل نفسه حول ما إذا كان عليه أن يفاتحها في موضوع وجودها في شارع يوغورتا أم يمسك وينتظر أن تحدثه عن الموضوع. قرر الانتظار. ركبت، ألقت بجسدها على الكرسي. لقد ألف منها تلك الحركة التي تريد بها إلى إفهامه أنها أمضت يوما من العمل المضني. سألها إن كانت بخير. يعلم أن عليه أن ينتظر 2 دقائق قبل أن يأتيه الجواب. ردت أنها أمضت يوما كباقي الأيام. فهم جمعة أنها لن تتحدث عن خروجها من محل الخياطة وذهابها إلى شارع يوغورتا. عادت التساؤلات تطرح لديه. هل في الأمر أسرارا لا تريد البوح بها؟ من أعماقه جاءه ما يدعوه إلى التريث. أمضى الزوجان ذاك المساء ككل مساءاتهما منذ أن تزوجا قبل 8 أعوام. ولما آويا إلى فراشهما نامت، بينما ظل هو يحدق بعينين مفتوحتين في الظلام. هل هي غيرته عليها؟ هل هي الشكوك تتسلل إلى قلبه؟ يظن أنه أمضى جزءا كبيرا من الليل يفكر، لا يدري متى نام. في الصباح لما رن منبه الساعة وكان يضبطه على 6:30 أحس بتعب شديد. بعد 1/2 ساعة أيقظ ولديه. كانت نادية قد أعدت وجبة الفطور. ثم بدأ يوم آخر لن يختلف مبدئيا عن باقي الأيام التي سبقتها. يومها وهو ينقل الزبائن إلى الوجهات المختلفة من بنزرت، ظلت تلازمه تساؤلاته عن سر اللقاء الذي تم في شارع يوغورتا بالأمس بين نادية وامرأتين لم يعرفهما من قبل. وقد ازدادت التساؤلات إلحاحا عليه لأنها لم تحدثه عن ذاك اللقاء. يومها ذاك الأربعاء عبر الجسر وقد ركب معه رجلان يريدان إلى ميناء الصيد. ولما صار على رصيف طارق بن زياد رآها تركب سيارة رمادية، ظن أنها غيرت ملابسها. وكان في ذلك ما أجج شكوكه أكثر. لن يستطيع اقتفاء أثرها. مضى بزبونيه إلى ميناء الصيد. قرر أن يسائلها في المساء بعد عودتهما إلى البيت. لما كان ينتظرها في باب محل الخياطة كان قد بلغ درجة قصوى من الغضب لم يبلغها منذ أن تزوجها. بالنسبة إليه خروجها وقد غيرت الملابس التي ارتدتها لتذهب إلى عملها لا اسم آخر له غير الخيانة. كان يقول لنفسه إن أي أحد لن يستطيع إقناعه بخلاف ما يظنه الآن، وقد رآها مرتين خارج محل الخياطة. جاءت ترتدي الملابس التي خرجت بها من منزلها صباحا. استلقت على الكرسي وأغلقت الباب. بحركة آلية وضعت حزام السلامة. انطلق ولم ينطق كلمة واحدة. كان مقطبا جبينه وقد علت محياه صفرة. بعد المرات القليلة التي رأته على تلك الحالة
صارت نادية تفضل الصمت. توقف بباب المنزل، نزلت ودخلت تحمل حقيبتها اليدوية التي علقتها على كتفها الأيسر. جلس في الصالون، لم يذهب إلى غرفة ولديه حسين وعبد الرازق. جلس في الصالون وصار يتابع شريطا وثائقيا كان يبث على إحدى القنوات المحلية. مرت من الصالون فلاحظت أنه شارد الذهن، لا يهتم بما في الشريط الوثائقي. لم يعد لديها شك أن زوجها يفكر في أمر جلل يشغل باله. عليها أن تختار اللحظة المناسبة لتسأله ولتعلم حقيقة الأمر. دخلت غرفة ولديهما وأغلقت الباب، لعلها تراجع معهما واجباتها المدرسية. في الصالون انتهى الفيلم الوثائقي ولم ينتبه فوزي إلى ذلك، ثم فتحت الباب وخرجت، حرصت على إقفالها، ثم اقتربت منه ووضعت يدها على كتفيه. ما الذي يشغل بالك يا حبيبي؟ نظر إليها ولم يرد، لم تكن تلك عادته. الآن أيقنت أن ما يشغل باله أمر خطير. ثم عادت تسأله: ما الذي يشغل بالك؟ عاد ينظر إليها، نظراته تخترق عينيها بل تكتسحهما، تقرأ فيها غضبا نادرا ما لمسته لديه. ثم تكلم أخيرا: تسألينني؟ كان الأجدر بك أن تسألي نفسك: ماذا كنت تفعلين اليوم في رصيف طارق بن زياد؟ ماذا؟ ماذا كنت تفعلين اليوم في رصيف طارق بن زياد؟ أنا لم أغادر محل الخياطة ولا زنقة صلاح بن علي. لو أن أحدا قال لي لما صدقته، ولكني رأيتك بعيني هاتين، وأشار إلى عينيه. سكتت وقد ظن أنه باغتها، ثم جاء صوتها: قلت لك إنني لم أغادر محل الخياطة. ثم هل صرت تراقبني؟ هل صرت تشك في؟ إذا كان الأمر كذلك فالأفضل لنا أن نفترق. قلت لك إنني رأيتك مرتين، اليوم وأنت تركبين سيارة في رصيف طارق بن زياد، ومن قبل وأنت في شارع يوغورتا تتحدثين إلى امرأتين لم يسبق أن رأيتهما. عادت لتؤكد له أنها لم تغادر محل الخياطة وأنها لم تمضي إلى حيث قال إنه رآها. فضل الإمساك عن الخوض في هذا الموضوع وقرر أن يراقبها. على مدى 3 أيام كان بعد أن يتركها في باب محل الخياطة يذهب ليركن السيارة في مكان غير بعيد، ثم يراقب باب محل الخياطة. لم يتمكن من رصدها وهي تغادر خارجة. في اليوم الرابع بينما هو في شارع هدي شاكر رآها. كان راجلا، أسرع الخطى في أثرها، ثم رآها تريد الدخول إلى إحدى العمارات السكنية وقد خشي أن يفقد أثرها. جرى، أمسك بها من ذراعها. التفتت إليه فقال: الآن لن تستطيع الإنكار. كانت المرأة تنظر إليه بدهشة. دقق النظر في وجهها، لم تكن نادية. المرأة التي أمامه تحمل خالا على خدها الأيمن، ثم إن نظراتها تختلف عن نظرات نادية. عجل بالاعتذار، ابتسمت في وجهه وهي تقول: لا بأس. وقد شجعته كلماتها تلك على القول إنها تشبه زوجته، فكر أن يجعلهما تلتقيان. كان الموعد يوم أحد، وكان اللقاء في مقهى وسط المدينة. اكتشفت نادية أن تلك التي تشبهها لم تكن سوى شقيقتها التوأم التي فقدت كل أثر لها منذ أن انتقلت إلى العيش في بنزرت لتطوي صفحة ماض في جملته زواجها السابق. أبلغتها ليلى، وذاك اسم شقيقتها، أنها جاءت تبحث عنها وأنها توجد في بنزرت منذ 3 أسابيع. أثناء استضافتها في بيتهما علم جمعة ونادية أن ليلى لم تأتي إلى بنزرت بحثا عن شقيقتها التوأم فقط، بل أيضا هاربة من زوجها الذي اكتشفت خيانته. كان يرفض تطليقها ويأتي كل مساء إلى بيت أمهما يترصدها. قالت إنها أبلغت الشرطة لكنه ظل طليقا يتعقبها. صمتت قليلا وقالت: لقد ارتحت منذ أن حللت ببنزرت.
وحتى تجنبها ملاحقاته قررت نادية أن تلحق شقيقتها بورشة الخياطة. كانت قد تابعت دراسة في المحاسبة وكانت نادية بحاجة إلى من يدير حسابات الورشة. بعد 3 أشهر فوجئت ليلى بزوجها يقف بباب الورشة، لم تتمكن من الخروج، ولما أخبرت شقيقتها بوجوده هناك لم تتردد في إبلاغ الشرطة التي حضرت وأمسكت به. كان في حالة سكر، ولما تم تفتيشه عثر معه على مدية من الحجم الكبير. لم يستطع أن ينكر نيته في قتل زوجته الهاربة منه.